الكونديسيون نجيبوا حوايج من عند الناس يعطيهم لنا نستفتحوا به، هذا ما كيف راه نخدم، راه نجيب لنا رفد حوايج ما تولي نسع خياطه ولا حاجه نجيب له يقول لي نسترزق معاه ولا النصيب نتاعنا ندير النصيب نتاعي هذاك ما كان. ميلا صباحا تستيقظ على واجهتها ألبسة وأحذية معروضة للبيع على امتداد الجدار الحديدي للحديقة العمومية، فهي تجارة صنعت لنفسها رقما واختارت الشارع العام لعرض ما تيسر بأثمان بسيطة. راه دروك الحانوت يلقى هذه 200,000، حنا هنا نبيعها لهم هادو اللي ترينيك هادو، حنا هنا نبيعوها لهم 140، هو يفضل 60,000. السروال متلاي يشوى 120-130، في الحانوت 180. الفايدة أنا تعبر كتعرف قيس تدي 20-25-30 الحساب مشتري، نشريوها في الجملة من السوق تاع التجننت. فهم واجهة وملجأ الباحثين عن المنتوج المحلي، الفائدة بالنسبة لهم ألا تزيد عن 300 دينار في السلعة المباعة. هاك شوف فينا تحت الشجرة مطاشين، لا بيع لا شيء لا والو. ها واش السلعة تاعكم نشريو ب 100 نشريو ب 100 ب 110 ب 105 ب 120 130 الاخر. تسمى من فوق 130 ما تبيعش. يقنعوا بال 10 وبال 20 مساكنين يخدموا مع الناس. هذو الناس قدام هنا في السوق هذا نعرفوهم. تشريو من؟ نشريو من؟ لكن نحتاجوا حاجه نشريو منه يساعدك يعرفك حتى يعاملك يكرديك. التعايش فيما بينهم السمة المميزة هنا، حيث يتراصون على امتداد جدار الحديقة العمومية، وتعود معها ميلا القديمة التاريخ والتجارة.